اللي كيدخل مع 12 12 وربع وثلث كيكون في الدار يعني خاصو يتغدى. هو حاله الريجيم خاصه. دير 12 ونص ما جانيش، قال 25 خرجت كنسول الدراري صحابي ما عندوش شي ماتش ديال الكره حيت كيلعب الكره. ملي مشيت عند الوليد قلت ليه ولدي محسن واش جاتو ولا؟ قال لي خالتي لا راه منك 3 ايام. يعني انا 3 ايام الدري كيدخل عادي وكيجي عادي. ايوا مني جاي معايا واحد الدري ولد دربنا هنا ويقول لي قولوا قولوا شنو كاين ويقول لي حتى جيت انا ويقول لي راه محسن راه سلم علينا راه مشى يحرق. عرفتي ملي سمعت هذيك كلمه سيحرق نبرك نوقف ما غنقولش لك حالتي كيف دايره يعني الله اللي مطالع. صافي لبس جلابيتي طلعت المدرسه قالوا لي احنا ما عرفناش ما كاينش هذا ما كاينش هذا ما عنديش راس الخيط مع من مشى كيفاش دار كيفاش ما عنديش راس الخيط ولو تقولي غير قد هكا. صافي مشيت طبعت التصاور هبطت بعد المحطه ديت صورته حتى واحد ما عطاني فكره انه راه مشى. هبطت المحطه بالليل ديت تصاور انا وطفلتي وراجلها واحد طفلتي اخرى والدراري ولا الدرب كلهم تقريبا يعني راه عندي جنازه قدام الدار وانا ضيعه. مشينا المحطة ما خليت عد من سولت ولا قال لي هاد الولد شفته. علقت التصاور مدير ديال الامن ديال المحطة تاهما الله يجازيهم بخير داروا حملة تمشيطية ملي شافوني في هذيك الهستيريا قال لي اختي راه لا اله الا الله محمد رسول الله يعني راه الدري بحال شقاتو الارض. انا اش وليت كنخمم الدري مشى تعرض للاغتصاب تعرض بزاف الافكار طاحت ليا في مخي تقل عليهم في الفلوكه لاحوه يعني داك الشيء كاع اللي يتخيل انسان على مده انا جاني في قسم ديال المكانه. صافي الدري الاخبار عليه بالليل الغدلين ثلاثه الصباح حنا باقيين في المحطه كندورو كنقلبو ما كاينش حتى داك الضابط قال لي رجعي لدارك وانا باش ما كاين غادي نتصل بك انا لا غيكوني هانيه. جيت وما هنانيش هنا راه كنازه الزنقه الدرب كله العجوز المهم الدار كله لا جد ولا عجوز كل شيء في الزنقه لا اله الا الله محمد رسول الله. صافي صبح عليا غير الضو يعني النعاس راه ما شفتوش. خرجت مشيت درت ديكلاراسيون عند البوليس عاد ديك الساعه قلم قلم واش ال 11 واش ما عقلتش هو يتصل بيا الو ماما راه واحد الاتصال راه كان بان. الو ماما قلت ليه شكون انا مع التويمي جاني نفس خوه مع كنبكي قال لي مالك قلت لي والو وليدي هو يقول لي انا راه محسن. عرفتي ملي سمعت هذيك كلمه اسمه محسن قلت لي فينك هو يقول لي ماما انا في مليليا. عرفتي ديك مليليا راه تهزيت للسما وتخبط نجي نجيبك وجي هذه الكلمه اللي دارت وتقطع عليا التليفون. عاوتاني ما نقولش لك حاله اخرى اش واكل طايح في شي بلاصه بالسخانه حيت المرض ديالو الا كلا غير خبز ينعس بالسخانه شارب اش دير صافي ما نقولش لك صافي. وتا انا غاده في الطريق وصلت للرباط وقيل الرباط فال خير عليا قالوا لي ولدك راه رجع. قلت لهم ما نشوفو تنشوفو في الليض. عيطت لي عجوزتي قالت لي انا شاده في يدي صافي غير رجعي. صافي مني قالوا لي شاده في يدي ونحنا نرجعو وهو يقول لكم شنو دوز اما انا الله اللي مطالع. انا ما عمر لي حتى شي واحد راسي انا حيت كنسمع الدراري غير كنسمع كيقولوا راه بلي تما كاينه عيشه زوينه وتخيريه ولا مشيتي راه غتصيبوا لك الوراق وهذه. فانا داكشي اللي قررت انني نمشي تما حيت قالوا لي حيت تما انا سمعت بلي شي ناس كيقولوا بلي تما راه الماكله ديالي كاينه رخيصه وفهمتيني بالنسبه للمرض ديالي تما. انا اولا عندي حساسيه سيرياليك عندي حساسيه كناكل غير الدرا وكيكونوا شي مواد كيكونوا خالين من الجلوشين. فهاد المرض الا ما درتيش الريجيم ديالك تجيك سخانه ولا بقيتي كتاكل كتكون لك سرطان في الامعاء ديالك وخاصك تاكل واحد الماكله اللي كتكون غاليه هنا عندنا في المغرب تما عندهم رخيصه. مثلا غتاخذ هنا الدقيق 80 درهم تما تاخذ ب 40 درهم 30 درهم حيت كي وقل حيت تما حيت تما رخيص. جميع المواد بالنسبه لهاد الناس جميع المواد اللي خاليه من الجلوتين راه ماشي غير الذره. الناس اللي كتقول لك 10 كيلو ديال الذره او راه ماشي غير الذره راه كاين الفرماج كاين الحليب كاين سباكيتي كاين الفورس ديالهم السينيال الشامبوان. والناس اللي تعاطفوا معايا راه ناس عارفين هذا المرض كيقول لك حنا اللي مجربين هذا المرض وعارفين هذا المرض. بالنسبه للدوله ديالنا كتعترف به كمرض كتقول لك انا دوزت 100 طبيب والطبيب ومشيت للجمعيات وناس دكاتره راه كيسمعوني اش كنقول هما قالوا لي اه عندك الحق. كيقول لك هاد المرض الدوله ما معترفاش بها لا اه ولدك عنده هاد السيرياليك ولكن حنا السلعه ما متوفرش عندنا في البلاد. هاد السلعه كتجي من طاليان
من سبليون، من فرنسا، من الانجليز، من جميع انحاء العالم اللي كتدخل عندنا هنا، كتدخل بواحد الثمن ما نقولش لك خيالي. يعني نص كيلو ديال لي بات كناخذها ب 45 درهم 40 درهم، يعني الدقيق وصل 80 درهم 90 درهم. هذا غير على قدي، اما راه كاين ديال 2400 و2800 في الخميره، في الفانيد، في الشوكولات، في اي حاجه. هاد الماده كاين، هاد الجلوتين كاين، يعني هو خاصو خالي من الجلوتين. الديسير ياكل اي حاجه، عنده شاريه ليه برمتو كسكاسو كوكو ديالو، لانه ما خاصوش ياكل معايا. العطريه خاصني نطحن على يدي، التحميره ممنوعه خاصو تحميرته، يعني مطيش الحك خاصو ديالو، كنور مي بصفه نهائيه كاين ديالهم. يعني راه اي حاجه تخيلتيها في بالك على هذا المرض، هو هذا المرض ما معروفش. انا المره الاولى ما عرفتوش، يعني تمشيت للجمعية الدكتورة ماريا الله يجازيها بخير، هي اللي نصحتني وراتني كيفاش. وهذا المرض كيدير السرطان، العقم، وبعد مرات الموت. يعني خاص النصران ديالو يكون ريجيم خاص. فأنا بالتليفون ديالي بسبعين درهم، وشديت الطاكسي من هنا شل فلوس، وصلت للمحطة شديت الكار لطنجة، وصلت لطنجة بقيت تما، بقيت تما كندور تما، درت تقريبا طنجة كاملة، هبطت المارشي، طلعت القصابة، طلعت كلشي، عاوتاني مشيت. وصل الليل كنت غنحس حدا المرجان، حيت كاين واحد المرجان تما كنت غنعس حداه. صافي ضربت لي غمضة، فقت لقيت 12 تزوج واحد السيد، قال لي 12 ديال الليل. هادي تلاقيت مع واحد السيد غادي في الطريق، قلت ليه عافاك عاوني باغي نشد الطاكسي للمحطة، عطاني 160 شديت بها الطاكسي ب 100 للمحطة. نعس في المحطة، الغد ليه تلاقيت مع واحد السيد قلت له انا راه كنسكن في تيطوان، شد ليا طاكسي لشيطوان، شد ليا كارت شيطوان. وصلت لشيطوان شديت الطاكسي ب 100 و 140، غير طلبت اتايا باش هبط للفنادق. هبطت للفنادق فهمتي، يعني بقيت تما في الفنادق هادي كنطلب الناس وهادي. تلاقيت مع واحد المرا كتدخل في السلعه، فكتدخل سبعه، كتدخل تجيب سلعه من سبته. شديت معاها سميتو، شديت معاها الكروسه قلت لها نعاونك. دخلت معاها، دخل بقاش كتطلب البوليس، دخلوني غير باش نشد معاها الكروسه ونخرج. دخلت انا ما بالي والو، وصلت عيطت على الوالده، قالت لي، قلت لها هي فاش، قلت لها انا في الميليليا. عيطت على الوالده قالت لي رجع بحال هكا ديك الساعه. مشيت شديت مع المراه الكروسه، بقيت رجعت دغيا شديت مع المراه، لقيتها باقا ما خرجاش. بدات كتخرج السلعه، عاونت حطيت مع السلعه في الكروسه، خرجت بحال هكا. عطاتني السيده 70 درهم، عطاتني 70 درهم باش قدرت، باش قدرت نشد الكار، نرجع لسميتو، رجع لطنجة. طنجة تلاقيت مع واحد الدري وكازا كيجينا لساسفا كنعرفو، شت لي كانت عندو، كانت عندو 140، قسمنا انا وياه، جاتنا 70 70، شدينا بها الكار انا وياه هنا لكازا. تلاقيت عاوتاني واحد الدري كنعرفو شويه كيسكن هنايا، شت لي طاكسي، شت انا وياه طاكسي حتى هو كان في الناظور بن ينصر. شدينا تلاقيت معاه في الكار ديال طنجة، شت لي طاكسي لهنايا لهنا لساسفا. صافي جيت هنا لقيت كي غنقول لك قبل ما ننسى، جيت هنا كنت جاي للدار بخير فهمتي، كنت جاي للدار تلاقيت مع واحد الدرمين، قالوا لي امك راه مشات غدا طالعه للتيطوان، انا الناظور، قالوا لي امك راه طالعه الناظور ديك الساعه. غادي طلعت فين؟ طلعت حتى لواحد البلاصه كيقولوا لها العليا هنا عندنا. طلعت تما طلبت واحد السيد باش يشد لي طاكسي، باش كذبش عليه اولا، قلت لي انا راه كنسكن في دير السلطان، باش يشد لي طاكسي دير السلطان غير يفوت شويه، نقول لي يحطي في المحطه. الا غنشد طلقت مع واحد الدر قال لي انا ماشي شادي وهادي، قال لي والله لا طلقتش كي للدار. صافي شدني قال لي بحال يلا لداركم، جابني هنا للدار. ملي جابني هنا للدار تلاقي جاو عندي الناس كيسلموا عليا هنا. هي فاش جيت عيطات، جات الوالده ديالي هنايا، عيطوا على قلت لها انا راه هنايا. صافي فاش الدراري تلاقيت مع الدراري نيش وانا ولاد هنايا تما، كنقول لك مشردين عايشين حتى شرد بصح، ما لاقين ما يلبسوا، ما لاقين ما ياكلوا، ما هادي والو، كينعسوا فلا كياكلوا حاشاك غير من الدار ديسبل. فكنت الميساج اللي كندوز للوليدات اللي باغيني يمشيو يحرقوا، فما كنصح حتى واحد انه يمشي يحرق ولا يمشي انه يشد الكار ولا يمشي باغي، راه تما كان غير تشرد. راه الا مشيتي تما والله حد لا عطاك الفلوس، كيقول لك سير ولدي انا كثر منك. الا بغى الا طلب شي واحد بقى حدا امي يمشي هنا، بقى تقرا، واخويا تما راه ما يديم لك والو، راه غادي يرجع ديريكت عند امي يمشي.